السلام عليكم، ورجعنا تاني في حلقة جديدة من كرة تايم على قناة الآن مع محمد شعبان. حلقة النهاردة كلها إثارة، حلقة النهاردة فيها دربيات، حلقة النهاردة كلها كورة وشرح وتحليل. اربط حزامك ويلا بينا نبدأ. كل محبين الكورة الفترة دي في الوطن العربي وفي العالم محظوظين جدا، وده عشان ان كل يومين ثلاثة في ديربي، ان كان ديربي اوروبي او ان كان ديربي عربي. المرة دي جايبين لكم ديربي من نص نهائي كاس ايطاليا، وهو ديربي الغضب او ديربي ميلان الكبير. اتسمى ديربي الغضب عشان فعلا في قوة منافسة كبيرة جدا بين الفريقين. تعالوا نتكلم كورة. المباراة بصراحة مش مباراة الديربي اللي كل مشاهدين الكرة عارفينها، لان المباراة دي دايما بتبقى قوية جدا جدا. كان في تخوف، كان في اجهاد، كان في الى حد ما مباراة وان سايد جيم من ناحية الميلان، لكن الى حد ما هو هيفضل كده كده هو ديربي الميلان. المباراة انتهت 0-0 وده مباراة الذهاب. تعالوا بقى نتكلم كرة، نمسك يعني نقطة نقطة كده، ومدرب مدرب وفريق فريق نحلله كورة. بالنسبة للميلان، الميلان بدأ المباراة ستيفانو بيولي المدرب بتاع الميلان، وهو مدرب كويس جدا وعامل نتائج كويسة جدا بقاله فترة كبيرة جدا، بيحاول يرجع الميلان لأوروبا وبيحاول يرجع ميلان لمنصات التتويج. بدأ المباراة بطريقة معتادة، هو بيحبها 4-2-3-1. كل فترات اللقاء كان هو المتغلب عليه، عمل ضغط عالي جدا على الانتر، هو كان متسيد اللقاء، عمل ضغط عالي على نص الملعب وعلى محور الدفاع لحد حارس المرمى بتاع الانتر اللي هو هاندانوفيتش. الضغط العالي اللي كان بيعمله فريق الميلان خلى فريق الانتر يغلط كتير جدا، راحوا باكتر من كورة، ساليميكرز ضيع مرتين، لياو ضيع، تيو هرنانديز ضيع. في المجمل مباراة كويسة جدا. وملاحظية الفنية هنا على فريق الميلان، رغم ان هو عمل مباراة جيدة جدا في المجمل، لكن هو مكسبش، وده عيب خطير جدا في خط هجوم الميلان. هو ستيفانو بيولي تدخل وعمل تغييرات، بس هو تغييراته عشان يفضل بنفس الريتم اللي هو بتاع الهاي بريسنج، هو عامل ضغط عالي طول 90 دقيقة. تغييرات هو بيعمل بيها نفس وطاقة جديدة لفريق الميلان، لكن في علامة استفهام كبيرة جدا. انت بتلعب مباراة كاس، لازم تترجم الفرص دي لأهداف، وده اللي ما حصلش، عشان كده أدى النتيجة تطلع سلبية. ده بالنسبة للميلان. لما هنيجي نتكلم على الانتر، الانتر بالنسبة لي لغز كبير جدا الفترة دي، ما عندوش اي مبرر ان هو يظهر بالشكل ده. سيميونو انزاجي بدأ بالطريقة المعتادة اللي هو بيحبها حتى من قبل ما يجي للانتر، اللي هي 3-5-2، هو بيعرف يلعب الطريقة دي بشكل كويس جدا وعمل بها نتائج كتير كويسة. لكن في مباراة الديربي بصراحة هو ظهر بشكل سيء جدا. طول اللقاء الميلان هو اللي متسيد، طول اللقاء مفيش يعني في كده حالة من عدم الاتزان عند لاعيبة الانتر. نص الملعب متاخد منهم، حتى لما هو اتخذ منه نص الملعب وشايف ان الفرقه بتاعته مش واقفه على رجلها، هو ما تدخلش. كان لازم يتدخل، وكان لازم يكون ليه تغييرات، او لازم يكون عنده مرونه تكتيكيه ان هو يغير بيها اداء الانتر. هو مفيش، هو بيلعب ب 3-5-2. طريقه 3-5-2 بتعتمد ان انت لازم يكون عندك لاعب مهاري بيعمل حلقه التواصل بين نص الملعب والهجوم. طب ده ما حصلش. انا كمدرب شايف فرقتي مضغوط عليها، وشايف فرقتي مش مستحوذه، وشايف ان فرقتي ممكن تخسر، انا كمدرب لازم يكون عندي تدخل سريع. انا من وجهه نظري الفنيه كان لازم يغير الطريقه من 3-5-2 ل 4-3-3 4-3-2-1 عشان يعمل بالانس بين نص الملعب بتاع الانتر والميلان. لان لو هنيجي نتكلم على نص الملعب، هنلاقي بين ناصر وكيسيه الاثنين دول لعيبه مهمه جدا عند الميلان، وكانوا مسيطرين على كل نص الملعب بتاع المباراة. على اي حال المباراة خلصت بنتيجة سلبية. على اي حال مش ده مستوى الفريقين، وده ممكن يكون ادى ان اللقاء يكون اقل اثارة من اللي احنا كنا مستنيينه من مباراة الديربي. لكن في مباراة اياب نتمنى ان احنا نشوف كرة تليق بالفريق. ولسه معاكم في المباراة التانية ونص نهائي كاس ايطاليا، مباراة اليوفي الكبير قدام الطموح جدا فيرونتينا. المباراة كانت بشكل عام مباراة جيدة، خاصة من الناحية التكتيكية. كل مدرب بصراحة عمل اللي عليه. لو هنتكلم فني وكورة، تعالوا نتكلم على فيرونتينا عشان هو كان صاحب الأرض. فيرونتينا بدأ اللقاء عن طريق المدرب إيطاليانو بطريقة 4-3-3، يعني إلى حد ما عمل مباراة جيدة، ضغط على فريق اليوفي،
استغل عدم الاتزان في اول 30 دقيقه عن طريق الاجناب والاستحواذ والتسديد، خاصه الناحيه اليمين عن طريق اللاعب ايكوني اللي من وجهه نظري السنوات القادمه في خناقه كبيره جدا على اللاعب ده. ولكن نفس العيب اللي كنا بنتكلم عليه في اي سي ميلان ان هو يستحوذ وما بيترجمش للاهداف، هي نفس القصه عن فيرونتينا. ما قدرش يترجم عدم الاتزان بتاع اليوفي، ما قدرش يستغل التسديدات، ما قدرش يستغل اي حاجه ويترجمها الى اهداف. اما بالنسبه لليوفي، لعب بالطريقه المعتاده بتاعه المدرب الكبير جدا أليجري 3-5-2. هو دايما بيعتمد على 3-5-2 وبيعرف ينفذها كويس جدا. بمنتهى الامانه هو تعامل بشكل جيد جدا 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 مع اللقاء، خاصه ان عنده غيابات كتير، عنده اصابات، عنده دكه بصراحه لا ترتقي الى ان هي ممكن تنزل تغير نتيجه. رغم ذلك وكان كمان بادئ بشكل وحش جدا، ضغط سلبي، نص الملعب متاخد منه، في تسديدات كتير جدا عليه، لكن تدخل مدرب كبير زي أليجري وتغيير الطريقة من 3-5-2 ل 4-3-3 وأحيانا ل 4-2-3-1، ده دليل على عبقرية المدرب ده، ده دليل على قد إيه المدرب ده طموح وقد إيه المدرب ده كبير. أنت بتتكلم في 13 أو 14 مباراة لليوفي هو ما بيخسرش، لا إما بيتعادل لا إما بيكسب، وده في حد ذاته هو بيحاول يرجع اليوفي كبير إيطاليا تاني. بصراحة إيطاليا محتاجة اليوفي. تدخل عن طريق التغييرات برضو ونزل كوادرادو، قدر يفتح جبهة ناحية اليمين، وده اللي أدى للهدف اللي جاب من كروس باص هايل من كوادرادو. وطبعا حالة من عدم الثقة وعدم الاتزان عند محور الدفاع بتاع فيرونتينا ادى الهدف عكس. فاز في ظل ظروف صعبة جدا، وده هو اللي بتكلم عنه، الفارق الكبير جدا بين نادي زي اليوفي واي نادي تاني في ايطاليا. نادي اليوفي هو ما بيتكلمش على اعذار، عنده 9 لعيبة، عنده ظروف سيئة جدا، عنده اصابات، ما عندوش دكة، لكن هو مركز على ان هو يصعد، او لو في مباراة دوري هو مركز على الثلاثة بونت، وده اهم سمة من سمات الفريق الكبير. مبروك لليوفي النتيجة 1-0، ولكن لسه في مباراة العودة هناك في معقل الكبير اليوفي في تورينو. نتمنى ان احنا نشاهد مباراة قوية، مباراة تليق بالفرقتين، واللي يصعد نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك. ورجعنا لكم تاني، ومن كاس ايطاليا لكاس الاتحاد الانجليزي. مباراة اللي تهمنا النهارده ليفربول ونوريتش سيتي، النتيجه انتهت 2-1. بصراحه مباراه سهله، مباراه كاس بالنسبه لليفربول على ارض وسط جماهيره. ليفربول بيعيش يعني فتره من افضل فترات الفريق. النهارده خرج يورجن كلوب بعديد من المكاسب بصراحه يعني. بس قبل ما نتكلم عليها تعالوا نتكلم كده باختصار على فريق نوريتش سيتي. فريق نوريتش سيتي فريق مش طموح، ما كانش هيكمل في الكاس حتى لو فاز على ليفربول. هو اهم حاجه عنده ان هو يعني المباريات القادمه في البريمير ليج والمواجهات المباشره، عشان دي موقعه هبوط، لازم يركز عشان يفضل في البريمير ليج. على الرغم من ذلك ان هو قدر يجيب جون، وقدر يعني 5 دقائق 10 دقائق كده بعد الجون يحرج ليفربول، لكن الفارق كبير جدا وخامه اللعيبه كبيره جدا. نيجي نتكلم على ليفربول. ليفربول بدا اللقاء ب يعني الطريقه اللي هو دايما بيلعب بيها، حتى لو بيلعب بالصف الثاني، حتى لو بيلعب بالناشئين، حتى لو بيلعب بالاساسيين، الطريقه المحببه ليورجن كلوب وهي 4-3-3. نفذ ضغط عالي جدا من بدري وكان عاوز ينهي اللقاء، وده اللي حصل. خلال الشوط الاولاني عن طريق الضغط وعن طريق الاستحواذ والانتشار الجيد ليفربول اللي طبعا كلنا عارفينه، قدر من مينو ان هو يحرز هدفين، وده كان برضو يعني لصالح الجميع، ان هو برضو بعيد عن الاجهاد ومش عاوز يدخل في حسابات تانية بتاعت الكاس والاكسترا تايم والبلينات، لا هو عاوز ينهي من بدري، وده اللي حصل بالفعل، وقدر ينهي الشوط الاولاني 2-0. الشوط الثاني على الرغم من عوده نوريتش سيتي بهدف واحراج ليفربول بعض الشيء، لكن برضو في المجمل ان ليفربول فاز بنتيجه كويسه وفاز برضو بسهوله. طيب نيجي نتكلم على مكاسب ليفربول في المباراه دي. اول مكسب وهو طبعا الصعود، المكسب والصعود للدور الرابع في كاس الاتحاد الانجليزي، وده طبعا كانت عقده اصلا بالنسبه ليورجن كلوب من ساعه ما مسك ليفربول وهو ما صعدش، كانت مشكله عنده. فاول ميزه ان هو النهارده كسب وصعد. المكسب برقم 2 بالنسبه ليفربول ان هو ريح الصف الاول كله، ريح كل الاساسيين، ريح صلاح، ريح ماني، ريح دياز، ماتيب، فابينيو، ريح برضو روبرتسون وارنولد، ريح تقريبا كل الناس اللي هو الفتره اللي فاتت كلها بيلعب بيها، خاصه ان هم مجهدين كل 3 4 ايام مباراه، خاصه كمان ان هو عنده موقع مهمه جدا جدا مع ويست هام، وبعديها هيبقى دوري الابطال الاوروبي. اما المكسب
الثالث ان هو قدر يلعب كل الصف الثاني وقدر يكسب وقدر يعمل بيهم نتيجه ايجابيه وقدر يصعد بيهم وقدر يديهم الثقه بتاعه المدرب، وكمان هو بقى واثق فيهم، وكمان المباراه على الانفيلد فثقه الجماهير رجعت لكل اللعيبه دي، خاصه اوريجي وخاصه مينامينو اللي هو دايما بيحتاجهم لما بيلعبهم مع الفريق الاساسي. مبروك لليفربول، وان شاء الله نتمنى ليهم مزيد من التالق في الكاس وفي الدوري وفي دوري الابطال، عشان طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح. جولتنا الأوروبية الرياضية انتهت، ولكن الأحداث لا تنتهي. تزورونا في حلقة جديدة مع محمد شعبان على قناة الآن وكرة طيب.